في بادرة تجسد اللحمة الوطنية بين أطياف الشعب العراقي، أقام طلبة كلية العلوم التطبيقية في جامعة سامراء مهرجانا تحت عنوان دنيا الخير، الذي تضمن عدة فعاليات متنوعة، منها معرض خيري وحملة تبرع بالدم للجرحى. هذا البازار يعتبر من دعم الفنانين اللي دائما ما لهم في الجزء، يعني من الدعم المعارض والتنميه زين، هم كلهم يجون. هالفنان لا احتاج الى معارض شخصيه مشتركه، لذلك بسامر يعني مجتمع مغلق، لذلك لازم الى دعم المعارض، الدعم الفكري المعنوي الاعلاني. هذا قليل في سامراء، واتمنى يعني دائما يحدث مثل هكذا بازارات في سامراء لدعم الفنانين والمنتجات اليدويه الصناعيه. القائمون على المهرجان اكدوا ان ريع مبيعاته سيقدم لدعم عوائل الشهداء والجرحى من القوات الامنيه والمتظاهرين الذين سقطوا خلال الاحتجاجات الاخيره التي عمت العاصمه بغداد واغلب محافظات وسط وجنوب العراق. كتب هواية من المواهب اللي موجودة وما إلها ضوء إنه حتى تبرز موهبتها أكثر. اليوم شاركت بالبازار بموهبة الرسم. عندي لوحة هذه هي تعبر عن الظروف اللي دا يعيشها العراق حاليا، وضعت بها خارطة العراق والأسد والعلم العراقي. أول شيء إنه وضعي الأساسي للأسد، لأنه هو رمز يعبر عن القوة، فالعراق دائما قوي مهما راح يمر بظروف ومهما راح يمر بأحداث راح يبقى قوي بينا وبأبنائنا. العلم العراقي اللي اضفته للوحة انه هو كذلك شعارنا كليتنا اللي لولا احنا ولا شيء. قمنا نحن طلبة كلية العلوم التطبيقية مهرجانا خيريا يتضمن بازارا وبمشاركة اطباء في مختلف الاختصاصات وحملة للتبرع بالدم مع مختبر كامل إجراء كامل الفحوصات الطبية حيث وبأسعار رمزية، حيث يعود الجانب المالي لهذه الأموال لدعم الجرحى والمصابين ولدعم عوائل الشهداء ولدعم العوائل الفقيرة. بادرة إيجابية في تقديم أبسط ما يمكن تقديمه من قبل القائمين على المهرجان، وهذا العمل يجسد معنى الأخوة والشعور بالآخرين، ولعل مردودات هذا المهرجان تشكل اعترافا بتضحيات وعطاء الشهداء والجرحى وعوائلهم. من محافظة صلاح الدين، محمد السامرائي، قناة التغيير.